السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سنه سعيده بعدا، الله يدخل عليكم هذه السنه هذه بصحيحه ولهنا وجميع المتمنيات. البنات ما تنساوناش من اللي جام، راه تنساو اللي جام، خليو جام عاد تشوفوا لا فيديو. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرقم ديال الواتساب، توصل جميع المدن وحتى خارج المغرب، خليو التعاليق ديالكم. اليوم جبت لكم غنبدا لكم لي موديل ديال لي غورميت ديال اكس بي، بزاف طلبوني عليهم. بالنسبه اللي غنبدا لكم بالشكل الاول، كيف تتشوفوا ها هو كيف تيجي هكا. بالنسبه للغورميطات البنات، هادو كلهم اللي غادي تشوفوا راه 100 درهم، كانوا شي موديلات معاهم 120 درهم، دابا راه 100 درهم. كاين هاد ستيل هذا تيجي تيحمق البنات، هادي هانتوما شوفوا، وكاين ثاني هاد الموديل هذا، هذا البنات راه كان 120 درهم، هذا دابا 100 درهم. المهم هادو كلهم 100 درهم، هذا ديال هاد ليطوال، كاين هادي في هاد السيركل هكا كله حجر، كاين واحد الموديل ديال الخريشات هو هذا، هانتوما فيه قلياب، فيه هداك سيركل، فيه مربع، هانتوما الشكل ديالو تيجي زوين. هادو ديال الخريشات ديال الاكس بي، وكاين هذا الموديل هذا، راه شحال مره وريتو لكم هذا، لحقاش موديل مطلوب هذا الشكل هذا تيجي زوين، هانتوما الشكل ديالو. اللي بغات شي حاجه البنات تاخذ الصوره من لا فيديو تحطها لي في الواتساب، اللي ما عرفتش دخل عندي الواتساب وطلب الموديلات. بالنسبه للرقم البنات هذا راه ديال الواتساب، وراه كاين التوصيل فين ما كنتو، يعني داخل المغرب وخارج المغرب، يعني فين ما كنتو توصلكم لا كوموند ديالكم. كاين هذا الستيل هذا، وبالنسبه جبت لكم واحد التشكيله على حساب لان كل وحده والذوق ديالها باش تنقاو فاش تعزلوا. كاين ثاني هذا الستيل هذا، واخر موديل هو هذا البنات اللي تيجي هكا، وفيه الوسط فيه داك واحد القفل صغير، كيف تتشوفوا هو هذا تجي زوينه هاد الكورميطه الشكل ديالها. دونك هادو كلهم البنات الكورميطات 100 درهم. كاين البنات هاد الطقم هذا ديال الفراشه، فيه لاشين، فيه الكورميطه وفيه الحلقات، هذا البنات ديال لاسي 200 درهم، تيجي زوين الشكل اللي تيجي رومي. ودابا غادي نوريكم البنات لي موديل ديال المضام. بالنسبه للمضام البنات هادو راه 180 درهم هاد الموديلات كلهم. بالنسبه للمضام راه كلهم نفس الثمن. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، ما بغيتش ندير لكم ثاني فيديو طويل، راه تقريبا غيكون في غير بعض الدقائق. من بعد المضام كلهم راه 180 درهم. غادي نخليكم مع المنتوجات ديالي بيو، اللي بغات الاحسن الفلاليه، زياده ديال الوزن، كاينه ديال الوليدات الصغار، ديال النساء وديال الرجال، وكاينه التبريمه الصحراويه اللي تدار مع الصابون البلدي في الحمام المغربي، كاين زيت التسميل الموضعي للمناطق الانثويه وتيصلح حتى للوجه، وكاين زيوت ديال الشعر، زيت الشعر اللي تيدار قبل الحمام، كاين السيروم وكاين البخاخ. بالنسبه لهاد التريتمون هذا ديال الشعر، بالنسبه للسيدات اللي عندهم الشعر تيطيح ليهم، عندهم الفراغات، يعني شعرهم خفيف مقويش، عندهم الشعر متقصف، عندهم يعني جميع تيعالج جميع مشاكل ديال الزغبه ديال الشعر. وكل شيء هاد المنتوجات البنات راه بيو، يعني طبيعيين، ما فيهم حتى شي برودوي شيميك. دونك اللي بغات شي حاجه مرحبا، هاد الشيء اللي كاين. غنخليكم دابا مع الصور ديال المنتوجات ديالي، وسنه سعيده مره اخرى، غنخليكم في امان الله.